فيديو الليلة هنصور الحمام للمشتري، وطبعا هنوري له كل قص وظروفه ايه، الجوز اللي هو معاه البيض بتاعه او معاه الزغاليل بتاعه، لكن طبعا اول قص معانا ده اللي هو الزغلول الكبير ده ما كانش بتاعه، ده بتاع الحمام اللي هو كان طفش من الشباك لما الشباك كان وقع. يعني الناس اللي متابعانا شافت الكلام ده. طبعا هناخد الزغلول ده ونسيب الزغلولين او البيضة والزغلول دول مع الاهالي دي لحد ما نسلمهم للمشتري، وبرضه هنبقى ننقلهم مع حمام تاني. هتشوف الكلام ده كله، انا هودي الزغلول ده فين الكبير ده، تابعنا وشوف الفيديو للنهاية، هتشوف انا بتصرف ازاي في الظروف اللي زي كده. المهم عندنا ان البيض يفقس، وبعد كده انا بنقل وبتصرف مع البيض ده ازاي. بس ارجوك اعمل لايك للفيديو وتعالى على طول نبدأ السلام الفيديو. عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشون، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. ده القص الاولاني، بسم الله ما شاء الله، ده اول واحد يباط فيهم. طبعا في اس بيض اهو، انا كنت محضن تحته بيضه مش بتاعه، وفي اس البيض التاني دي خلاص البيضه ده هتفقس مع الزغلول ده، فانا هاخد ده ما كانش بتاعهم، ده كان الحمام اللي هرب، كنت خدت بيضه حضنته هنا، فخلاص بقى اشيل ده واسيب له زغليله. يبقى ده القص رقم واحد اللي احنا بنصوره للمشتري. تمام، هاخد الزغلول بقى اللي هو الكبير ده احضنه تحت حاجة تانية واسيب لهم. يبقى ده القص رقم واحد. ده القص رقم اتنين، تحته حصويتين مخصبين اهم. على فكرة القص الاولاني البيضة التانية نقرة هتفقس عندي دلوقتي اهو، حصويتين بسم الله ما شاء الله، مكتوب عليهم التاريخ، دي 7/11 ودي 5/11 و7/11، الحصويتين بتوعهم اهو مبين المستوى بسم الله ما شاء الله، الذكر اهو والنتاية هنا اللي على اليمين دي. يبقى ده رقم اتنين. ده القص رقم تلاتة، بسم الله ما شاء الله، برضه تحته حصويتين مخصبين، اهو مكتوب عليهم التاريخ اهو 6/11، يعني تقريبا زي التاني. التاني يوم 5، ده يوم 6، الحصويتين اهم والقص على بعضه اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك للي هياخدهم. احنا قلنا ده رقم ثلاثة، هنا قص كمان رابع اشتغل اهوت، اول حصوية قص رابع اهو اشتغل اول حصوية معانا، ما شاء الله لا قوة الا بالله، دي اول حصوية يشتغلها، ده اول شغله يا جماعة، كلهم اول شغلهم، مفيش حاجة فيهم اشتغلت قبل كده. ده لو حبيت يعني تزود العدد يكونوا 4 أسوس، لكن طبعا لما نكشف على بيضه، لما يبيض الحصوات التانية ونكشف على بيضه يبقى نقول عليهم 4، لكن لحد دلوقتي احنا بنحسب بنبيع 3 بس. احنا هعمل ايه في الحالة ديت؟ في الحالة دي مضطر ان انا انقل الزغاليل، هنشوف ده بسم الله ما شاء الله، فقس تحته اول حصوية، تحته القشرة والتانية كمان اهو، التانية كمان على وشك انها تفقس. طيب انا هعمل عاملة كده عشان تعرف انا ببدل ازاي. طيب ده الزغلول اللي احنا قلنا الكبير اللي هو كانت اهاليه طارت، هنرجعه تاني، هنرجع الزغلول الكبير مع دول تاني، وناخد البيضة والزغلول دول، ناخد البيضة والزغلول اللي هما بتوعها الاصليين، وارجع لها الزغلول الكبير معاها، طالما ان في بيض تاني بيفقس دلوقتي، هنشوف هنعمل معاه ايه. طيب هنرجع هنا اهو، هنحط لها الزغلول ده او نحط لها، هي معاها بيضة، نحط لها كمان البيضة التالتة، يبقى البيضة دي كمان يبقى معاها بيضتين وزغلول في اس واحد اهو، الاتنين دول نقرين يا جماعة، على فكرة اللي انا جبتها دي نقرة على وشك انها تفقس، البيضة اهو مكسورة اهي اهو،
كده قربت تفقس اهي، ايوه بانت كده قوي ان هي قربت تفقس اهو ما شاء الله. يبقى البيضه دي مع البيضه دي هيبقى تحتها ثلاثه. طيب تعالى تاني هنا، الحمامه الزاجل دي تحتها اتنين اهو ما شاء الله، حط لها التالت، تقول لي التالت في كمان والله ممكن ننقل ده كبر شويه، ممكن ننقله مع الزغلول اللي هو كبير ده، نرجعه للحم اللي هو الكبير ده وهتابعهم برضو اهو. يبقى هنا بقى اتنين بقى معها زغلول لاحم وزغلول زاجل باين من منقار الزغلول اهو يا جماعه، هتابعهم برضو بكره. لو واحد الصغير ده ما اكلش كويس مع الكبير نتصرف فيه برضو ننقله كده. هنتابع كل يوم الزغليل بنفس الوضع اللي شفتوه حضراتكم دلوقتي ده. في الفيديو القادم هنتكلم عن حشرات الحمام. لو عندك ذبابة الحمام زي ما انت شايف كده، او عندك سوس، او عندك فاش، او اي نوع من اي حشرات الحمام، هقولك على صنف ترش منه الحمام هيقضي تماما على جميع حشرات الحمام. زي ما بقولك كده جميع حشرات الحمام وعلى مسؤوليتي، بس المهم انك تشتريه من مصدر موثوق. تابعني وانتظر الفيديو القادم، مهم جدا جدا يا جماعة. حشرات الحمام هي اللي بتسبب مرض الجدري او بتنقل مرض الجدري، بتسبب قلق عند الحمام، بتخليه يكسر البيض، بتخليه يقوم من على البيض ويسيب البيض. شوف انا برش على الحمام رش مباشر، الرش ده امن جدا جدا زي ما حضرتك شايف، انا برش رش مباشر، مجرب الموضوع ده اكتر من مرة، ماشي عليه بقالي مدة. لو رشيته مثلا مرة مش هتحتاج ترشه بعد كده غير يمكن كل 3 شهور. المهم ان تجيب من مصدر موثوق الرش اللي هقولك عليه في الفيديو القادم ان شاء الله. استنانا واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وياريت تعمل مشاركة للفيديو لاصدقائك، لان الفيديو اللي جاي ده مهم جدا جدا جدا. ناس كتير بتسأل عن حشرات الحمام يا جماعة. كنا بنستخدم قبل كده اللي هي الحاجات من الصيدلية البشري، كانت بتجيب نتيجة اللي هي بنحطها في الاستحمام زي افريزين او اوكتوموسرين، لكنهم ما عادوش بيجيبوا نتيجة. والحمد لله ان احنا توصلنا للصنف اللي معانا ده. بنشكر الدكتور اللي هو دلنا عليه، نقول لكم عليه في الفيديو القادم ان شاء الله. وزي ما حضرتك شايف انا رشيت رش مباشر الزغليل والحمام، ورشيت المكان كمان، ورشيت الزغليل. شوف الذبابة ميتة في جسم الزغليل ازاي، دي كانت لسه صاحية من شوية، شوف رشيتها وماتت فورا فورا بكل امان ومفيش اي حاجة. الزغلول بصحة جيدة، وده مش اول مرة اني ارش من الرش ده واستخدمته كتير عن تجربة يعني. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو مكنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.